أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان. كتاب أربعاء جديد الثقافة والفن والرأي تحضر على طاولة يا هلا بالعرفج في جولة معرفية يصحبكم فيها كالعادة عامل المعرفة أحمد العرفج. أبو سفيان مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ مشتاقين. الله يحفظك. وهن أكثر، ترى ساعتي ذا أجرتها اليوم الواحد بيكشخ فيها. جيت اي والله صرنا الآن أبشرك نأجرها بالأسبوع اللي بيروح فرح ويقول لهم هذه ساعتي أهلا بالعرفج. ترى يمكن من كم، من 4-5 شهور أول اختفاء وعدم حضور لساعة يطلع الدراهم زين، قال لي بستأجرها ب1000 ريال وأقول هذه اللي يطلع مع فيه يتكلم عنها مفرح. قلت خلاص رايح الزواج وكذا. والله إذا تأجرها ب1000 الليلة. إيه طبعا. طيب وساعة أبو شايع تعوض. ساعة أبو شايع تعوض. أيوة. المهم أنا الوقت عندي عشان ما تلعبون علي ولا ألعب عليكم. لا أبد، إحنا نضبط الوقت على حضورك وانضباطك يا دكتور. حزمة أفراحنا. حزمة أفراحنا. شوف أنا بجيب الأشياء السريعة وبخلي آخر خبر أهم واحد عشان أبعلق عليه شوي. توكلنا. الإعلان عن الحكومة الرقمية في السعودية، وهذا الحقيقة خطوة جبارة نحو أتمتت الأشياء وراحة الناس. 2، السعودية تسارع الخطى نحو تحقيق المناعة المجتمعية. إن شاء الله التعليم بعد شهر يعود، الملاعب تعود، معرض الكتاب يعود، ولا عاد في إن شاء الله كله في مناعة اجتماعية قوية. الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 100,574 مرة. الحمد لله، وهذا يدل على ثقة المستثمر. مو 100% ولا 200 ولا 1,547. أيضا الشؤون البلدية، وهذا الخبر بالنسبة لي أنا فاتحة. والله استبشرت خير، بديت أرقص لما سمعته من الفرحة. الشؤون البلدية، التدخين في الأماكن العامة يعرض للعقوبة والغرامة. أنا ما أبغى كمان واحد يدور بالممرات ويدخن ويلوثنا. أنت مدخن ابتلك الله، خذ لك زاوية واندس فيها. لأنه تعرف الدراسات تقول أن الغير مدخن ضرره 5 مرات، لأنه المدخن صار عنده مناعة، لكن أنت صدرك وصدري نظيف. مدخن السلبي. لكن وش البديل دكتور؟ يعني اللي بيدخن إيش البديل؟ مناطق يحطون لهم زي في المطار. واضح. سموكينج إيريا وخلاص. وحتى في الأماكن العامة يعني أحيانا تدخل بعض الممرات أول ما تدخل تلاقي بقايا عقاب السجائر، لأنهم يطلعون يدخنون برا. لازم تكون هذه المدينة نظيفة. حنا ما نقول شيء، ابتلاك الله بالدخان، لكن خلي المدينة نظيفة وخلي البيئة نظيفة، وابتعد أنت بالذات عن المناطق اللي فيها صغار سن. وما تعرف دكتور ممكن تكون حافز للإقناع لبعضهم. والله صح. وزارة التعليم إتاحة الفرصة لكبار السن لمواصلة التعليم. الحقيقة هذه حنعقب عليها بعد شوية في الخبر الأساسي. هذا أحسن خبر. زمان أنت تذكر يمكن أنت مريت بالمعاناة أنه بعد الجامعة 4 سنين بعدها ما تقدر تواصل المستوى. 5 سنوات. حنا الآن نبغى نطبق مقولة أحمد بن حنبل، أطلب العلم من المهدي للحد إلى أن تموت وأنت معك الورقة وقلم. طبعا خبر كمان أيضا بسيط، لأنه مخرجات روتانا وسم يا هلا بالعرفج في التيك توك يحقق 120 مليون مشاهدة حقيقية، وهذا من صناعة روتانا اللي أشكر روتانا عليها، اللي اخترعت لها الاسم واخترعته للبرنامج وسار برانديم. ولا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر. أنا أشكر قناة روتانا أنها اخترعت لي الوسم ده ووصل لهذه المرحلة بمشاهدات حقيقية. نجي للموضوع الأساسي. سمو ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير. الحقيقة هذا الخبر هو من حزمة فرح، لكن لازم نتوقف. ليش؟ لأنه الأمير تركي بن طلال أمير عسير تكلم وقال إنه ولي العهد كان مشرف شخصيا بتوجيه من الملك على هذا المشوار المشروع. هذا واحد. ثانيا إنه يكلف 50 مليار. ثالثا إنه محطة وفترة زمنية. أنا قلت لك أبو يحيى أي مشروع لا تحط، أنا أنتقد مع أصحابك ويقول لك بخفف وزني بسوي مدام ما حطيت تاريخ بداية ونهاية لا قيمة له. إيش فائدة المشروع؟ واحد، تمويل المشروعات الحيوية في عسير. 2، جذب التطوير السياحي وجذبها منطقة سياحية استهداف 10 مليون زائر في 2030 على عسير. 3، الجمع بين الأصالة والمعاصرة. 4، إنها تكون سياحة طول العام. ما نبغى هذا الكلام سمو ولي العهد، إنها تكون مدى العام، ما يكفي 2-3 الصيف ولا كذا. 4، خلق فرص 5 فرص وظيفية. أخيرا، رفع جودة الحياة في المنطقة الجنوبية، وهذه دائما تجدها في الرؤية. كل مستهدفة الرؤية هي رفع مستوى جودة الحياة. وأضف شغلة دكتور، لأنه ناقشنا الموضوع أمس، أنه هذه الاستراتيجية لم تغفل أي جانب من الجوانب الموجودة في منطقة عسير. أقصد أنه في إرث ثقافي معروف، وفي إرث اجتماعي، وفي إرث تراثي وإرث تاريخي. هذه الاستراتيجية تخرج كل هذا إلى الضوء. النقطة الثانية أنها ستجعل عسير ليست موسمية فقط في الصيف. صحيح. وإنما هو دائمة هو الزيارة، نعم. وتستهدف 10 مليون زائر بالضبط. عظيم. واليوم المغرد القدير والروائي الجيد عبد الله ثابت كتب تغريدة وقال إنه الجنوب كنز ومنجم للثقافات.
والحضارات والشعر والأدب. فأنا فعلا أقول لا عسير في عسير. وفعلا لما القيادة الرشيدة شافت خارة المن وجدت أنه المنطقة الجنوبية فيها البنية التحتية الجاهزة أنها تكون مصدر جذب عالمي للسياحة العالمية. وصدقني بعد سنتين أنا وإنت حنتكلم عن هذا المشروع إن شاء الله. جميل، تحية لك والعبد الله ثابت والعسير. نروح الخبر الأسبوع. بسم الله. خبر الأسبوع من صحيفة سبق، من صحيفة سبق: لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية تعقد جلسة حوارية بعنوان مواطن منافس عالميا. وأيضا من صحيفة سبق: بعد إطلاق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية تعرف إلى أهم مستهدفات البرنامج حتى 2025. بمناسبة إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة البرامج، أقيم في مدينة الرياض جلسة حوارية حول تفاصيل وأهداف ومبادرات البرنامج الذي يحمل عنواناً هو الأبرز: مواطن منافس عالمياً. هذه دكتور حزمة فرح زيادة على حزمات. نعم زيادة تعليقك. شوف أيضا لازم أقول لك أنا وجهوا لي دعوة وأنا قليل الحضور تعرفني، بس للأمانة لأنه المشروع ذا من اهتمامي، والآن أنا انتهيت من كتابي المهارات الوظيفية للمستقبل لموظف المستقبل، لبيت الدعوة بكل فرح وسلمت على أيضا مع المهندس أحمد الراجحي ويسلم عليك ويقول أنا متابع يا هلا بالعرف ويا هلا يوميا، وسلمت على معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم وقال نفس الكلام. فأنا مبسوط أنه منصة يا هلا ويا هلا بالعرف يعني تسترعي انتباه الوزراء، وهذا اللي خلينا حنا نتكامل حنا وياهم. الحقيقة هذا المشروع أنا يمكن أقعد أتكلم عنه طول السنة لأنه هو يلامسني عشان نختصره للناس. برامج الرؤية كلها كانت تتكلم عن تطوير الآلة والمكان والزمان، ولكنها لم تتجه للإنسان إلا بهذا المشروع، ويحقق 16 هدف من برامج الرؤية يحققوا هذا البرنامج اللي هو برنامج تنمية القدرات البشرية. بمعنى أنه اختصرها الأمير محمد في إحدى الحوارات وقال بالحرف الواحد عشان أوريك، قال: مصادر التعليم أصبحت معروفة ومتاحة، والتركيز الآن في خطط التطوير على المهارات. شوف الكلمة الدقيقة. فعلا أنت لما تشوف شعارهم جايبين لك المهارات، عازف عود، مبرمج كمبيوتر، مدري مهارات، لأنه فعلا المعرفة الحين ما صارت مهمة كثيرة، المعرفة والمعلومات موجودة بكثرة. خلينا ندخل في البرنامج ونبسطه للناس كعادتنا. تفضل. البرنامج زي ما قلت لك البرنامج الأقوى يستهدف الإنسان، تطوير الإنسان، بمعنى أنه تطبيق حرفي لمقولة أطلب العلم من المهدي للحد لأحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل له مقولة ثانية لأنه في آخر أيامه بدأ يدرس، فقال له ولده: يا ولادي يا بأي خفف على نفسك. قال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني أظل أكتب مع المحبرة. شوف المقالات الفكرة بسيطة لكن سوت لك برنامج كامل. نجي طال عمرك البرنامج ليس حكرا على فئة معينة، هذه أول شيء. فهو يبدأ بالرحلة التعليمية من الطفولة إلى الكهولة إلى الموت. هذا البرنامج يعني أنه تبدأ تتعلم من الروضة إلى القبر، هذا المعنى الحرفي. اثنين، البرنامج يستهدف الإنسان بغض النظر عن العمر والجنس. أمس أنا شفت في سبق خبر حلو أنه مسنات تبوك فرحانين بالقرار ذا، أنه فتح لهم مجال اللي بتكمل دكتوراه اللي بتكمل مجلس. زمان كان أنك أنت إذا انقطعت بعد البكالوريوس 4 سنوات لا تستطيع، وأنا كنت بمر بهالمرحلة 5 سنوات. نعم، فبعد 40 ما يسمحون لك تدرس دكتوراه. الآن مفتوح الزمن إلين تموت وأنت تدرس. ثالثا طال عمرك خطة البرنامج تتضمن 89 مبادرة، بمعنى أنه هذا طريقة عمل. أنت ما تفتح تحط برنامج ولا تحط خريطة عمل، خريطة عمل 89 مبادرة تستهدف 16 هدف من استراتيجيا من أهداف الرؤية. أخيرا ما قبل الأخير، زيادة فرص التعليم من خلال زيادة فرص رياض الأطفال من 23% إلى 90%. اثنين، دخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم. ثلاثة، نسبة النشر في الأبحاث العلمية في المجالات العالمية من باحثين سعوديين. نجي طال عمرك البرنامج يقوم على 3 ركائز وهذه المهمة. الركيزة الأولى تجهيز بنية أساسية للتعليم تجمع بين المتانة والمرونة، يعني أنك ما تتصلب في المناهج تغير. اثنين، الإعداد لسوق العمل. البرنامج ده أنا أعتبره سميته قلت هو جمع الشمل،
جمع الشمل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ثلاثة، الركيزة الثالثة إتاحة فرصة التعلم مدى الحياة. أنت تسمع دائم الناس يقولك راحت علينا لما شاب ودوها الكتاب يا ابن الحلال، وأنا أعرف مدرسين وأنت تعرف حضر أول سنة وبقية حياته بدأ ينقل من التحضير أول مرة. حنا الآن نقول لمعالي وزير التعليم لازم هذه الفكرة تغرسها بالناس أنه التعليم مدى الحياة. قل واحد يقرأ قال أنا والله بعد الجامعة ما عاد صرت أقرأ ولا أطور نفسي. طيب أنت كيف حتعيش؟ هذه لازم تخلص منها لما شاب ودوها الكتاب، وانت تعرف فقرة المثل اللي عندنا. نجي للمرتكزات اللي تقوم عليها ثلاث مهارات: مهارة التفكير، مقصود فيها التفكير الناقد، التفكير الإبداعي، التفكير المهاري. بعدين المهارات العاطفية، تواصل، قدرة على التواصل. انت لما تشتغل ببنك لازم يصير عندك قدرة على التواصل. أخيرا المهارات البدنية والعملية، المقصود فيها معرفة التعامل الرقمي، مهارات الوعي المالي والتمتع بالصحة والعافية. يا أخي والله هذا البرنامج يا أبو يحيى إنه فعلا فعلا أنا شكرتهم إنهم عزموني، وسمعت الملخص من الوزراء كلهم. وزمان كنا كل وزارة تغرد بسرب، الآن جلسة حوارية للوزراء المختصين بحيث أنه أنت إيش تبغى وأنا شبغى وتعالي لكلمة سواء. الحقيقة بيني وبينك ترى في النص دقيقة بالضبط، وإحنا نقلنا على الهوى وكنا نغطي بالتحليل. نعم. وهذا اللي كان واضح على الهوى، التنسيق بين الجهات. يعني واحد من أعظم التنسيقات اللي قيلت في الجلسة الحوارية اللي هو التنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية حول كم يحتاج سوق العمل وفي أي تخصصات حتى يهيئون دراسيا ومهاريا في الجامعات. بالضبط. يعني هذا هو جمع الشمل يا أبو يحيى، أنا سميته جمع الشمل بين الزوج والزوجة. أنت مخرجات التعليم لازم تتواءم مع سوق العمل. ما نبغى طالب، وهو الوزير للأمانة أحمد الراجحي قال بصراحة، قال حتى لو التخصص بعد ما تخرج الطالب ما عاد ينفع، عندنا موضوع اسمه تسريع التخصص بحيث أنه يغير تخصصه. العمود الفقري في الموضوع كله هو التعليم المستمر. ليش؟ لأنه معلومات الأمس ومعارف الأمس قد تكون لا قيمة لها اليوم. أعطيك مثال بسيط، أنت عندك خبرة في جوال نوكيا تصلحه من الألف للياء، الآن ما له قيمة، كل خبرتك لازم تكون في آيفون أو جالكسي. ولاحظ التسارع. بالضبط. يعني أنت هذه المهارة ممكن بعد سنة تفقد أهميتها. بالضبط. وهذه أشاروا له على فكرة، أشاروا لنا تغيير الاستراتيجيات في المدد الزمنية. أحسنت، بس هذا هو، ونبغى نعود لموضوع مرة ثانية بعد شهر على الموضوع. طيب ده. أنا أبغاك تسخن لبرواز ومزايين الكتب. أنا جاهز. وبنروح فاصل ونرجع وأنت في قمة الجاهزية. يلا. يلا بعد شاهد. الفاصل نلقاكم إن شاء الله. الكتاب وما أدراك ما الكتاب. وصلنا إلى فقرة مزايين الكتب، وبمناسبة مزايين الكتب طبعا إحنا على أعتاب معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سينطلق غدا في حفل الافتتاح، ويوم الجمعة إن شاء الله لاستقبال الزوار. فقرة مزايين الكتب عندنا اليوم كتاب اسمه مدرسة دار التوحيد، ألفه العميد صالح الجودي، وسيروي لنا قصته أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الإمام الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الحميد. يسرني أن أقدم كتاب مدرسة دار التوحيد بالطائف للمؤلف العميد دكتور صالح بن غازي الجودي لبرنامج يا هلا بالعرفج وقناة روتانا خليجية العزيزة. هذا الكتاب طبع في الطبعة الأولى عام 1415، وقامت دار تراث الوشن بشقراء بإعادة طبعه من جديد وتزويد هذه النسخة بصور كثيرة لخريجي الدار. والمعروف أن هذه الدار المباركة عبارة عن مدرسة يعني متوسطة وثانوية، أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1364، أي قريبا من 80 عاما حتى الآن، وقد تخرج منها العديد من الرواد الذين تسلموا مناصب كثيرة في دولتنا العزيزة المملكة العربية السعودية. الكتاب يوثق للمدرسة منذ تأسيسها بإداراتها وطلابها وموظفيها،
وفي الحقيقة يعبر هذا الكتاب عن مدى الجهد العظيم الذي قام به الملك عبد العزيز في النهضة التعليمية في بلادنا. وشكرا لكم جميعا. الشكر الحقيقي لك للأستاذ الدكتور عبد اللطيف الحميد على ظهوره معنا في أهلا بالعرفج وعلى ما قدمه من قراءة لهذا الكتاب. والتعليق عندك دكتور. بس أول شيء نقول معلومة، لأنه كثير ناس يقولوا السدرية والشماغ ذا حق الشتاء وذا، ترى أقول لهم أن الاستوديو بارد عشان المعدات، وأنا ما أتحمل والله البرد، فأدفي نفسي أزين ما أدخل مع أبو حاتم نزل المكيف طلع صح ولا لا؟ طيب. بالله أقول لهم الكلام. أبشر. شوف يا أبو يحيى، أول ابتعاث داخلي حصل هو مدرسة دار التوحيد. أنا خريج هالمدرسة بس بطريق غير مباشر. شوف صور ملوكنا الله يرحمهم لما أسسوا المدرسة هذه. هذه الحقيقة نبراس. خليني أقول لك كيف أتأسست. الملك عبد العزيز رحمه الله لما جاء لقى كتاتيب بسيط كانوا يسمونه في المنطقة الشرقية اللي درس ملة، وبالحجاز يسمونه شيخ، وبالنجد يسمونه مطوع، وكانت قائمة على البركة وأشياء بسيطة من القرآن الكريم والحديث. الملك عبد العزيز قال نسميها دار التوحيد، والحقيقة كان اسم له هدفين: توحيد العقيدة وتوحيد البلاد. أول مدرسة نظامية على هذا المستوى بعد توحيد المملكة هي هذه. كيف أسسها الملك عبد العزيز؟ جاء وحط ربطها بالشعب السياسية في الديوان الملكي عشان يصرف عليها. جاء سنة من السنين والمدرسة ما عاد تقدر تقوم مصاريفها. الملك عبد العزيز أمر برسم 1% على أي طرد يدخل السعودية من أي جهة، ريال واحد تروح المدارس الفلاح اللي كانت منافسة لها. مدارس الفلاح وهذا موثق، شوف كيف قاعدة 22 سنة تأخذ من الجمارك ريال 1% يعطى لمدارس الفلاح عشان تستمر هي والتوحيد. نجي يا طويل العمر التوحيد، دار مدرسة داخلية. هو الآن الأستاذ عبد اللطيف الحميد هذا من أهل شجر الطيبين، هو سوى الكتاب لأنه أعظم الطلاب كانوا من شجرة يجيبونهم بالترغيب والترهيب أحيانا، وفي برقيات رفعت للملك عبد العزيز يقولون ما نبي عيالنا يدرسون، قال لا خلوهم يدرسون عشان يتعلمون الدين والدنيا، وكانوا يأخذونهم يدرسون هناك. مدرسة داخلية بمعنى أنه يسمونه بوردينج سكول، أول مدرسة، وهذه تتكلم عن قبل 100 سنة، أنه عندك هذا التطور، سكن داخلي مع التعليم مع مكافأة جزلة مع بدل كسوة مع بدل إعاشة. الآن أقرأ لك رواتب المستفرجية واللي يشتغلون معهم. نجي يا طويل العمر إلى مكافأة الطلاب، كانت تصرف لهم مكافأة صحيح أنها ما هي كثيرة، 140 ريال في الشهر، بدل كسوة 140 أيضا طول السنة، و خريجين 140 في هذاك الزمن مبلغ عظيم. طبعاً. بعدين نجي للخريجين، أنت تعرف فهد العرابي الحارثي هذا من الخريجين اللي فيها ويفتخر إنه الحصين رئيس الحرمين الله يرحمه، ابن جبير عظم رئيس مجلس الشورى الله يرحمه، العدل السدحان البواردي، لو بعدد لك إنه فعلاً كلهم تقريباً تولوا يا وزير يا وكيل وزارة، يعني كانت أكبر مغذي للحركة الإدارية والحركة المالية في البلاد، إنه كان الملك عبد العزيز يستغلهم على طول، تعالوا وظفهم. واختار لها رجل من الشام اسمه محمد بهجة البيطار، هذا درسنا على كتبه في المعهد العلمي، رجل فاضل وعالم، كان جاي مع وفد في مكة، فاستبقى الملك عبد العزيز وقال له خلك أنت مدير لدار التوحيد هذه. كيف أنا صرت خريجها؟ إنه دار التوحيد هذه بعد ما نجحت التجربة افتحوا المعهد العلمي في الرياض نسخة منها بنفس المنهج بنفس الراتب بنفس السنوات. المعهد هذا ما شاء الله تبكاثر، صار 53 معهد، فأنا درست في معهد عنيزة ومعهد، وأنت كده خريج المعهد ولا ولذلك لا ولذلك أنت هذه ترجمة غير مباشرة، ترجمة مباشرة لأنك تقول أنا خريج غير مباشر. أي والله أي. غير مباشر نعم. نجي يا طويل العمر لما تدخل هنا كاتبين الأشياء الحلوة، كاتبين مثلا عبد العزيز الغامدي رئيس الخدم راتبه 125، حسن بخاري طباخ 120، مساعد الجودي مساعد طباخ 110، إبراهيم الحميدان سفرجي راتبه 100 ريال، أحمد الزهراني قهوة جراتبه 100 ريال. هنا أشياء جميلة من أيام من أيام تتكلم أنت أسسها الملك عبد 1364. معيض بن عواض فران 90 ريال، محسن بن بريك سقة مورد المياه. طبعا زي ما قلت لك الخريجين عبد الله بن خميس، تتكلم عن خريجين. ايضا لا انسى اشكر سبب وصولي لهذا الكتاب، خليني اقول لك كيف وصل الكتاب ذا وقصه الكتاب دقيقتين عشان ما نطول. الكتاب لازم يقرا زي ما قلنا القواعد العرفجيه، يعني اختصاري له عباره عن اللي يعطيك لقمه من فم القدر بس. وأنا مرة ماشي في السناب طلع لي واحد من الشقرة قال لي أنا اسمي محمد الشايع، بعدين سألت عنه لقيته خطيب جمعة، فأنا كنت مرة ما رايح الشقرة قلت له أنا جايك بس بشرط العرفج
اكله ما ابغى ذبيحه، ابغى جريشه هالشقره. قال تامر ابرو، قلت لو لقيت غير شقره كذا بروح. وفعلا الاسبوع الماضي رحت عنده، عرفني على الاستاذ عبد اللطيف عنده متحف، وجه الدعوه لفريق يا هلا والروتانا كله لزياره شقره والمتحف، متحف الحقيقه فخم وجميل. فزرنا المتحف ومن ضمنها المقتنيات هذه دار تراث شقره، واعطاني الكتاب ده. الكتاب هذا الف واحد الطلاب وهو العميد صالح الجودي الله يحفظه عام 1414 بمناسبه مرور 50 سنه على دار التوحيد، وعزموا الناس. انا ذاك الايام كنت صحفي بسيط وعزموني واعتذرت لانه في الطائف، وشكلوا لجنه وحضرها بن باز الله يرحمه. بعد 35 سنة الرجل الدكتور عبد اللطيف قال إيش رأيك تعطيني الكتاب أزيد عليه بعض المستجدات، قال هو لك. فالآن الكتاب ذا كتبوه اثنين، الأصلي العميد صالح الجودي والمؤلف الحقيقي والمؤلف الثاني اللي كمله هو اللي طلع معانا في البرنامج. الكتاب الحقيقة ثري بالمعلومات ويعطيك قاعدة أساسية إن الملك عبد العزيز عنده بعد نظر عندما راهن على هذه المدرسة، وفعلا الوزراء اللي تخرجوا منها 20 وزير. عظيم. أبرز الملاحظات؟ والله شوف أنا ما أقدر أقيم الكتب هذه لأني ما عشت المرحلة هذه، لكن أعتقد أنه في تداخل أحيانا بين المؤلف الأول والمؤلف الثاني. يعني أنا كان ودي أنه المؤلف الأول ينتهي هنا ويقول أنا جددت، هو كتب المقدمة المؤلف الجديد، بس صار عندي شوية تداخل بال وين انتهى هذا وين بدا هذا شويه. المفروض انه يفصل او يوضح فيه. نعم بالضبط. يمكن هذا يتم تداركه في نسخات لاحقه طبعا اذا اقتنعوا بالملحوظه. نعم. نروح لفقره برواز. طيب فقره برواز هي تغريده للاعلامي الرياضي القدير والمعروف اللي نوجه له كل التحيه الاستاذ محمد البكيري. خلونا نشوف صوره التغريده ونرجع نعلق عليها مع الدكتور. هذه التغريدة وكان عبارة عن صورة فيها حديث عن العقوبات اللي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بعد الأحداث اللي حصلت في مباراة الاتحاد والنصر. أنت والأستاذ محمد يجمعكم الاتحاد. أي والله. والإعلام. والإعلام. والحقيقة أنه واجهة مشرفة أبو خالد، والآن بارك له انطلاق برنامج الإذاعي منصة. المنصة مع البكيري. المنصة مع البكيري جميل. أنا ما بدخل في الجدليات حقت المخالفات وكم السعر وفي لجنة الانضباط، لا احنا بنزع الموضوع. أنا أقول هذه العقوبات أغبى عقوبات في التاريخ وأنا مسؤول عن كلامي. ليش؟ أنت ما تقدر تعاقب مجموعة. اسمع أبو يحيى، الآن أنت ماشي مع طريق خريص حلو؟ أوكي. وقفت إشارة، واحد قطع الإشارة، هل ممكن تغلق الشارع ولا تعاقب كل اللي في الإشارة؟ لا، أنت تعاقب المخالف. في بريطانيا وصلت المشكلة دي، كيف حلوها طال عمرك؟ ما عاد في إدخال قوارير. أنا أعطيت أربع حلول أتمنى إنه وزارة الرياضة تطبقها. إما إنه أكواب ورقية، وهذه في بريطانيا لما بدأ كثرة رمي القوارير جابوا إنك تدخل موية ممنوع انك تدخل كوب ذا، او انك تحطها بنايلو زي التماتيك الاول. هذا اثنين صحيح. ثلاثه يا اخي، كل الاطباء وكل المبدعين يقول لك الصيام المتقطع، احنا نصوم يا حبيبي برمضان 16 ساعه، انت مباراه الساعه 8 من 7 الى 10 ثلاث ساعات، انذر للرحمن صوم صوم وريحنا. لانه الان والله انا بالنسبه لي موضوع كجماهيريه الاتحاد يعني مزعج. انت تقصد منع دخول الماء نهائيا مثلا؟ انا اعطيت اربع حلول، منع واحد، اثنين طريقه بريطانيا اكواب بحيث انها ما ترمى، ثلاثه في طريقه انه انت تحط الكود نمبر على ذا لما تشتري يطلع انه المشتري منه فرح الشقيق مربوط في التذكرة. بالضبط مربوط، أو مربوط بالحساب. أنت لما الحين بتشتري من بقالة ما يسوي سكان، الإسكان ذا محسوب من بطاقتك. صح؟ صحيح. أنا أجيب بعدين يا حبيبي أنت. طيب إيش القصد منه إنه أخذ القارورة وأعرف مين اللي رماها؟ لا أيوة، وعاقبه، مو عاقبه، أشد عقوبة، خلي أدفع حق الجمهور كله. لأنه أنت الآن إحنا اتحاديين، إيش ضمنك إنه ما يكون اللي مندس بيننا؟ أنت هلالي ممكن مندس. أنا عجبوني النصر اتخذوا قرار ممنوع دخول الموية. يا حبيبي ثلاث ساعات نصوم، لكن مو معقول تضيع وقتنا على ثلاث أربع رمو وقارير. بعدين ذولا أنت تشجعهم، من اللي تضرر؟ الطيبين أنا وأنت. أنت الحين لما يكون طلاب الفصل المجتهدين والفاشلين تعاملهم زي بعض، من اللي يفرح؟ يفرح الفاشل ويتضرر الطيب. لازم هذا الحل يوضع له حل. طيب وش الرابع دكتور؟ يعني بدون قوارير، عدم دخول الماء، والكود الكود واحد، عدم دخول الماء اثنين، الصيام ثلاثة، الصيام ثلاثة، أربعة إنه قلت لك تحط في أكواب. يعني
هذه القضية حلوها الأمم الأوروبية قبلنا وانتهينا. بعدين إحنا ليش تصير صارت هي شغلتنا الشغلة ما يساهم حضارية؟ والشيء الخامس أنت إيش ضمنك هذا جمهور الاتحاد؟ أنت الحين عاقبت الجمهور وعاقبت اللاعبين. نادي زي الاتحاد المباراة يمكن تجيب له 1 مليون 3 مليون 4 مليون، أنا أنحرم بسبة واحد قد لا يكون اتحادي أو قد نصراوي مندس في هجوم في جمهور كذا، اتحادي مندس في جمهور كذا، أنت إيش تضمن؟ ما تشك عن عقائد الناس. أنا أقول لك الحل الأسهل الصيام يا حبيبي، ندرب الناس على الخشونة ولا في أو اطلع في حل. برضو قالوا لي البكير اليوم أنا أكلمه قال يا أحمد في حل سهل، اللي عنده سكر ولا شيء قبل المباراة بعشر دقائق يشرب بين الشوطين، ينزل يشتري موية يشربها ويدخل، العسكر والحرس والأمن يمنعون دخول القوارير، لأنه هذه الحين ظاهر غير حضارية. ثانيا تضر الأندية، ثالثا وهو الأسوأ أنك أنت تعاقب الطيب بما فعله السيء، رابعا ان السيء يضيع بين الناس. لكن لما نقول انا عاقب اللي قطع الاشاره زي نظام المرور قطع الاشاره عاقب نفسه، اما كذا عقوبات. شوف انا اشوف انه يعني فكره عقاب الاشخاص انفسهم هي الاجدى. ليش؟ لانه انت ممكن تمنع القوارير الماء بس اشياء اخرى ممكن ترمى برضو، يعني لحل. ممكن يصير رمي يعني صار في مباريات اعطيني يعني عقال من اللي طالع من غير عقال، حذاء اللي من طالع من يعني قصدي انا. وشوف لو طبقوا على واحد الكل يتادب، لكن من امن العقوبه اسال ادب. هم الان يعاقبون الجميع، وانا اقول لك صدقني انه قد تجد جماهير مندسه ضد الفريق الخصم على ايش يسوون سمعته، وهذه وارده. ليه ما هي وارده؟ مو معقول يا اخي انه تحرم جمهور تحرم مباريات وتحرم نادي على حماقه ثلاثه اربعه وشغل بزران. لازم الموضوع والله لا عقبت الشخص نفسه وينتهي. أنا ما أبغى أدخل في جدل العقوبات هو وكذا. بس الإشكالية أنه كيف أنا أضبط نظام يوصلني للشخص نفسه. الشخص نفسه أنا أقول لك امنع الموية وارتاح 3 ساعات، ترى فترة اللعب 3 ساعات ما تقدر. أنت في رمضان كم ساعة نصوم؟ 3 ساعات صوم واشرب قبل واشرب بعد. ليش تدخل القوارير؟ دخل فصفص وانتهى الموضوع، فصفص وخلاص. طب كنت تحضر مباريات بالفصفص؟ اي انا كنت ولا الان احضر، وانا ان شاء الله حاضر الاتحاد والاهلي ونصر الصاله وفيصل العيسى حاضرين سوا، لكن لا ندخل معنا مويه. انا اقول لك وبعدين في حل سهل، الكود انت لما تبيع مويه مكتوب عليها رقم بطاقتك، تباع اسكان، لما ترمى القاروره ذي مباشره شوف الكود عارف اللي حاسب ابو يحيى، اغرمه ووقف خدماته لين اخليه مت عضا للاخرين، والله ما حد يسويها. لكن العقوبات الجماعيه هذه تصور انت مثلا انه واحد فحط بجد ولا لقيناه، عاقبنا هالجد كلهم عطيناهم قسايم. هذا ما هو طيب. الحين بتروحون انتوا فيصل اتحاديين صالح نصراوي، صالح وين بيشجع في اي مدرج؟ صالح يحن للاتحاد لانه الحين نشوفه مشي ولبس الاتحاد الان. طيب قبل ما اروح للفاصل اعطني توقع الاتحاد حيفوز فرق هدفين، يا 2-0 يا 4، المهم فرق هدفين. فرق هدفين للاتحاد يعني انا اتوقع 4. شوف لو الاتحاد فاز على التعاون كان ممكن الاهلي يفوز، لكن الاتحاد بادائه السيء فرصته الآن إنه صالح جماهيره، لا سيما أن الأهلي يمر بأسوأ مراحله. مع ذلك أقول لك المباريات دي لا تحكمها لا أنظمة ولا قوانين ولا فن. لك ذكريات في ملعب الأمير عبد الله الفيصل؟ أي والله على فكرة. ها الآن هذا المشروع موضوع الثاني، الآن هم الاستيعابية الآن لنا 10 سنين صابرين على الملعب، يوم فتحوه حطوا نسبة معينة بسيطة وتحط وين أعظم جماهير في السعودية هي الاتحاد بالكثرة. يعني هذا شيء عام يعني بسبب إجراءات كورونا، بس هم قالوا خلاص بعد 10 أيام حيفتحون معرض الكتاب. بس هو 60% الحضور الجماهيري من سعة الملعب، 70% منها في حدود 11,000 حتكون للاتحاد، و30% في حضور في حدود 4,000 أعتقد أو 3,000 للأهلي. أنا أقول يا حبيبي كلهم ما فيها كلام يعني ما فيها رأي. ليش ما ندخل بتوكلنا كلنا؟ اللي ما توكلنا يدخل محصن وخلاص، واللي ما طعمه نوع من الاحتفاظ. يعني هذه عاد الإجراءات الاحترازية تعود للجان المختصة والمسؤولة فيها. دكتور نروح لفاصل. بسم الله. هذا فاصل كم يا شباب؟ ثاني في حلقتنا مكملين. حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. دكتور كنا قبل الفاصل تتكلم عن الحلول لعقوبات رمي المياه، وقلت 4 حلول ولسه في حلين بس ما اسعفنا الوقت، اذا ناخذها على السريع كل اي بس ابدا. الكاميرا الان تعرف ان الكاميرات اذا صلت، تذكر زمان
لما كانوا يعطون جائزة للمدرجات كانوا يجيبوا الكاميران. الكاميرات أنا أعتقد فيها دقة عالية، بس تشوف اللي رمى تحدد يده تقدر ترصد. أيوه، أصلاً أنت من يوم ما تقول للناس أنه مصور الناس زي ساهر تخاف. هذا حلو. الحل الثاني طال عمرك أنه سواها في بعض الدول، لما تشتري موية حطيك إيش؟ سوارة بلاستيك خفيفة كذا، وانت طالع إذا حصل رمي كل واحد يطلع يرفع اللي معاه هذا يوري القارورة. بس يعني حلول كثيرة إبداعية لو فكرنا فيها. أهم إنه شيء، هذا العقوبة يسموها زي زمان منع الكتب، هذه العقوبة الإنسان الكسول اللي ما يبغى إبداع، قال لك يلا نعاقب المدرج ونرحل مباراة لفريق ثاني ولا منع دخول الجمهور، هذا ما هو حلول أبدا. طيب نروح إلى فقرة المثل. يقول مثلنا اليوم خلي البساطة أحمدي، بس خلونا نسمعها بصوت زميلنا محمد العرجاني ونرجع. ناصية، المثل يقول خلي البساط أحمدي، هل يجوز أن نقول هذا المثل وما هي قصته؟ تفضل دكتور. شوف في أغنية لمحمد عبده خلي البساط أحمدي، الحقيقة المثل هذا حاولنا نبحث عنه لقينا فيه أكثر من رأي. الرأي الأقوى اللي ذكره الأستاذ محمد تيمور في كتاب الأمثال العامية خلي البساط أحمدي، في كان واحد من دراوشة الصوفية اسمه أحمد البدوي، وكان يسوي كل سنة حفلة بمعنى فيه بساط صغير، وكل ما قعد واحد من الكرامة يزيد البساط، يزيد 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 يزيد، وكل ما زاد البساط وانت فوقه يحق لك يحرم ما المحرمات، مثلا خمور مدري كلها مستمرة. هذا اسمه السيد أحمد البدوي، فقال أحمد فصار خلي البساط أحمد، استمرت هذه الفكرة. وهذا الأكثر العلماء قالوا أن هذه قصة المثل، لذلك بعض السلفيين يتحفظ على الاستشهاد، بل بعضهم قال أنه منكر استشهاد فيه. القصة الثانية وهي أضعف الروايات أنه أهلنا اللي تربيت معهم أنا الأحامدة فخذ من حرب كان عنده مسلوم وأعراف قوية، وكان اللي يجي من برا قد لا يعرف سلوم القبيلة هذه، فكان شيخهم الكبير قال يا جماعة يعني اللي ما يعرف القبيلة تسامحوا، مو خذ حقه هات حق، تسامحوا مع أنه ما يعرف سلومكم ولا يعرف عرافكم، فخلوا البساط أحمدي. فمشت أنها نوع من التنازل والتباسط ودمح الزلة والغلطة إذا جت من شخص خارج إطار القبيلة اللي ما يعرف العراف. هذا هو طبعا المشايخ توسعوا في الموضوع، سئل ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الموضوع ف قال إن التشدد لا ينبغي في هذا المثل، خلي الناس تقوله، وأنهم الناس لا يقصدون هذه القصة وتعظيم أحمد البدوي اللي قالوا عليه لا. بينما الشيخ الخراشي يقول إنه إنها شرعيا لا يجوز إنك تقول لا. وابن باز سئل عنها رحمه الله فقال لا ينبغي، فأنت من الآن لا عاد تقول. العرب عندهم مثل أحلى يقول لك من الألفة رفع الكلفة، أعتقد هذا أزين ما ندخل بساط أحمدي أحمد بدوي لا مدري إيه، لأن جدليات. وتذكر أول حلقة في المثل قلنا أنه المثل أحيانا إذا طلع من بيئته يفقد شرعيته، يعني ما تدري أنت الآن وصلنا لبساط أحمدي. أنا متأكد أنه 90% من المشاهدين أول مرة يسمعون هذه القصة يدرون أنه أحمد لأنه هو بدوي. صار يستخدم في سياق آخر، في سياق أنه يعني خلك إنسان بسيط وعفوي وعلى طبيعتك. أي بس أنا ما أحب والله، لأن مرة واحد جيت وحط لي جبن زيتون قلت له بساط أحمدي، قلت لا يا أخي أنا بغاك تتكلف لي أكتذبح لي حاشي وش جبن زيتون تجيب لي. ف المثل احيانا ترى يضرب في حادثه معينه بعدين يطلع ولا الناس ما تعرف انه احمد البدوي وخرافات البعض. يلا من الالفه رفع الكلفه. طيب نروح لفقره الغني والفقير، وفقره يعني سبق وشرحناها، معنا فيديو في هذه الفقره في الفروق اللي موجود بينهم اليوم بين التفكير، ونشوفها بصوت زميلنا محمد العرجاني ونرجع. الغني والفقير. الفرق الأول، الغني يرى أن الرزق يشمل المال والصحة والذكاء إلى آخره، بينما الفقير يرى أن الرزق هو المال فقط. الفرق الثاني، الغني طموح يتنقل بين التجربة والفشل حتى ينجح، بينما الفقير سريع اليأس والإحباط والاستسلام. فما رأيكم؟ تفضل دكتور.
شوف هي الفروق 100 فرق، وأنا كل حلقة حعيد وزيد، لأنه إلى الآن إخواني في تويتر يهاجموني الفقراء أنت تزيد عليهم. يا جماعة الفقر والغنى المقصود فيها ليس المال. جبنا لك 3 مفاهيم صححها الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على قومه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا يملك درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس من أتى بعمل كثير وقد شتم هذا وسب هذا وأكل، فيأخذ من حسناته ويعطى. وسئل عن الصرعة قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب. وسئل أيضا قال: الغنى غنى النفس. أنا أتكلم عن الغنى من حيث الطموح، من حيث الفكرة. الغني يعرف أن الرزق ليس في المال فقط. محمد عبده رزقه بحنجرته، محمد نور رزقه في قدمه ومهاراته. إن الله يعطيك مهارة أحيانا تحولها إلى رزق. بيل جيتس كان طالب عادي، لما اخترع الكمبيوترات العالمية حقته صار من 3 ريال عام. إذن الرزق ليس مال، الرزق كل المهارات والنعم التي يعطيك إياها الغني يتمتع فيها. 90% من الفقراء اللي جالسين في بيوتهم عندهم مهارات لكن ما استغلوها. شفت العقلية كيف الفرق؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الغني طموح، يفشل مرة مرتين 3 4 5 برضو يستمر. أخير قصة على ذلك، مرة رجل أمريكي وزوجته كان عندهم 1,000,000 دولار، دخلوا بمشروع في أسبوع فشل. فقالت له: مو معقول إحنا فشلنا، إيش نسوي؟ راحوا كتبوا كتاب اسمه كيف تخسر 1,000,000 في أسبوع، بيع منه 3 مليون نسخة، طلعوا 12 مليون دولار. شوف بس هذه القصة. طيب نروح لفاصلنا الثالث، وبعد هذا الفاصل بنلقاكم في المشي مع العرفج وفي فيديوهات. من غير الإنصاف أن نقول إنه صحفي فقط، على أنه في العمل الإعلامي لم يكن عادياً أبداً، ومن غير العدل أن نصفه بالمستثمر الرياضي فقط، وقليل في حقه أن نصنفه كاتباً وحسب. هو مجموعة إبداع استطاع بفكره وثقافته وقلمه وعلمه أن يصنع مساحة من النجاح تليق به، فكيف إذا أضفنا لكل هذا خلقه الرفيع ونقاءه الواسع وحسه الإنساني الصادق، الأستاذ صالح الصالح، الرجل الذي كلما أنهى طريقا ناجحا للمستقبل شق باليقين آخر. يا جماعة أنا سعيد اليوم أني أمشي مع كابتن رياضي لعب مع الهلال والنصر وأخيرا صار صديق العرفج، وهذا فخر لي، مع حبيبي أبو جنى صالح الصالح. صالح حبيبي، أنت جسمك رياضي حتى يوم تركت الكورة، كيف علاقتك في المشي وأنت قدوة للشباب؟ والله أشكر لك دعوتك أبو سفيان. نعم، موضوع المشي أعتقد أنه أسلوب حياة بالنسبة لي. حلوة جملة حلوة دي، منشط أسلوب حياة. السبب بسيط، يعني في ظل الانشغال والعمل وممكن سابقا ممارسة الرياضة صارت صعبة جدا. والواحد يمكن لو يفضي نفسه يروح ساعة ساعتين جيم فيها صعوبة. صحيح. ميزة المشي انها مجاني، هذه نقطة مهمة. احسنتي. اثنين، انه في اي مكان. نعم. ثلاثة، في اي ظروف، ممكن يكون اندور او دور او داخلي وخارجي. وما اخفيك احيانا انا امشي ممكن بعد 12 بالليل عادي جدا، ما اربطه بوقت محدد، بس اهم شيء قد ما أقدر إني ما توقف. يعني نقول إنك تمشي في اليوم نص ساعة كل يوم؟ لا، أنا عندي تقريبا مبدأ 60 دقيقة في اليوم. تفرق كثير في النفسية. يا سلام. في مراجعة بعض الملفات في بالنسبة للشغل. بالتواصل مع بعض الأصدقاء، يعني أتعامل مع الموضوع المشي على إنه سلة فوائد إن صح التعبير. حلو، هذا منشط ثاني. طيب أهم القرارات اللي جتك أثناء المشي. ما عليك ما عليك، خلنا ترى عادي، حنا طيب. كذا نمشي تفضل. اي كمل، ما عليك. حنا بالنسبه أوكي. قرارات المشي اعتقد كثير من القرارات كان فيها شويه جرأة. المشي يصفي الذهن، بمعنى يخليك مركز اكثر في فكره معينه، تراجعها مره مرتين ثلاث وتتخذ قرار. ما اخفيك يمكن بعض المفاوضات في بعض الأعمال التجاريه وحتى بعض تكون بالمشي. انا في الاخير ميزه المشي انك تقدر تمارس يعني اكثر من شغله، مو شغله واحده. طيب نبارك لك توقيعك تلبيس نادي الاتحاد، كيف شفت التجربة؟ كم مدة العقد؟ وهل أنت مستفيد ولا النادي مستفيد أو كلاكما خاسر؟
والله شوف، احنا لما خذينا وكاله شركه ايطاليه عريقه ومتخصصه ملابس رياضيه، مباشره فكرنا بنادي كبير يضيف للشركه، واحنا نضيف له كذلك تجربه. نعم، خاصه تجربه الملابس الرياضيه في الانديه للاسف انها تجربه غير ناضجه الى الان. الى الان جميل، في شغف جماهيري، في رغبه، في محبه بالنسبه للجمهور، لكن ما توفر المنتج اللي يقنع الجمهور الرياضي ويشعر كذا بالفخر انه لابس شيء كلاس ومرتب. نعم، الاتحاد كان فرصه جدا ذهبيه بالنسبه لنا، نادي كبير جمهوره في كل مكان في السعوديه وحتى في بعض الدول العربيه. نعم، عقدنا سنتين، نشكر الشباب في نادي الاتحاد ثقتهم في 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 ايريا وفينا شخصيا. احنا نبحث عن تجربه بين قوسين نلوي اعناق جماهير الانديه الثانيه نحو تجربه الاتحاد، يعني بحيث انه تستقطبون الانديه الاخرى، هذا قصدي. هذا واحد، وغير كذا نحاول نشعر المشجع الاتحادي انه متميز عن غيره، اني انا البس شيء مختلف. والان بعد شهر من بدايه الدوري وصلتوا لهالنقطه او قربتوا؟ الحمد لله، حجم الرضا عالي جدا من الجماهير ومن اداره النادي. ومن اداره النادي كنت امس معاهم في اجتماع في جده، في حجم رضا كبير جدا، طلبات وصلتنا ما ابالغ من جميع دول العالم بلا استثناء. طبعا اعزوها، طلبوا قميص الاتحاد. اي بالضبط، اعزوها انه في شباب مبتعثين كثير خارج السعوديه. في مواليد السعوديه اللي رجعوا بعضهم او انتشروا في جميع دول العالم. كذلك في بعض الجماهير العرب. المفارقه العجيبه، في اول يوم قبل يوم افتتاح المتجر بيوم كان في مشجعه من نيوزيلندا ومن استراليا اتحادية، وكانوا مصره انها تلبس التيشيرت قبل المباراه الاولى، فسالت عن السبب. هم مقيمين في جده. نعم، قلت انا بكره راح احضر المباراه وما راح ارجع الا لابسه تيشيرت الاتحاد. فقلت انت اول مشجعه تشتري تيشيرت الاتحاد. طيب وانا متى يجي التيشيرت حقنا يتيم؟ والله ابو سفيان، الموضوع ما له علاقه بالتوفر، الموضوع له علاقه بالمقاس. لا، مقاسي اكثر من كذا يعني. انا اسال انا اسال لارج، مو اكس لارج، كنت اكس الحين يعني لارج بس. طيب انت ابو سفيان بالنسبه لنا انت تضيف لنا، واحنا نسعد انك تلبس تيشيرت الاتحاد، تيشيرت العشق بالنسبه لك. نعم نعم، وان شاء الله يوصل قريب ان شاء الله. حبيبي سعدت فيك يا ابو جلال، ان شاء الله نمشي دايم ان شاء الله. ابو سفيان مو اخفيك، انا سعيد جدا بهالتجربه ومن المتابعين جدا يا اهل العرفج، واسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. وانا اعتقد انه وجبه معرفيه فلسفيه دسمه كل يوم اربعاء. حبيبي هذا كثير علينا. شكرا لك. شكرا لك. دقيق في كلامه، قانون. شكرا للأستاذ صالح الصالح مرتين، الأولى على ظهوره معنا في هلا بالعرفج، والثانية على كل ما قدموا من محتوى في هذا الفيديو. والتعليق عندك دكتور. والله أنا أكرر الشكر لأبو جنى، الحقيقة أبو جنى لخص لنا كثير من أفكار المشي، أنه مولد للطاقة ومخفف للنفسية وكذا. وأيضا أنا أتمنى أنه تجربته هذه تدرس، تلبيس نادي الاتحاد. هذه التجارة أنا أتمنى أيضا نلتفت لها، وهي الاستثمار في ملابس الأندية. تعرف أنديتنا كثيرة جماهيرية ولها جمهور كبير، يعني مثلا من يلبس الهلال، من يلبس النصر، من يلبس الأهلي، الأندية ذي هل هي شركات سعودية، هل هي شركة، طريقة التعامل فيها ربح وفيها منتج وفيها كذا. أيضا أحب أقول لأبو جنى أنه أنا لما كتبت اليوم أنك تمشي معي حملوني الناس أمانات. أول أمانة الموزعين اللي خارج المدن، خارج الرياض وجدة المدن الكبيرة، قالوا يحمد ليت يعطينا بالأقساط، مثلا ناخذ من عنده على التصريف، فأنا أرفع الاقتراح لهم. الشيء الثاني، عاتبوني بعض أهل الجنوب وأهل القصيم وأهل الشمال بعض المناطق، قالوا يحمد ما في متاجر لهذه الشركة بحيث نشري منتجاتها الأصلية عشان لا تزور أو تطبع. فأنا أيضا أقول لأبو جنى هذا رأي الآخر، الرأي يعني. لكن هل الشراء الإلكتروني متاح دكتور من المتجر؟ أظن من متجر الاتحاد؟ أظنه متاح، وهو قال عموما قال إن شاء الله بيعطينا كلنا ملابس يا هلا بالعرفج بأصفر وأسود، الطاقم فريق يا هلا كله يا هلا بالعرفج، وهو عند قول بس قال يخفف وزنك شوي يا رجل، تكفينا طلته الجميلة. أي والله، أنا أقول للمشروع أنه يلبس الاتحاد، والحقيقة كثير انطباع. قلت له كيف انطباعات؟ قال انطباعات الناس باللبس، بالتمرين، بغيره، بالكاب اللي طالع فيه، أنه انطباعات إيجابية. خلينا ندف الخطوة دي، عندنا 16 نادي، خلي 16 شركة سعودية تلبسهم. جميل. طيب أنتم ترى أثناء التسجيل كنت تحاول أنك تحظى بتيشيرت منه، وهو رد عليك كذا رد ذكي جدا، وش اللي صار بعد التصوير؟ اتفقتوا على شيء ولا؟ لا خلاص، يقول لي أنت سمين. قلت له أول شيء ما أنت بشايلني يا أبو جنى، أنا إن شاء الله لا مت بلقى من يشيلني. بعدين هو بيتفرق، قلت له لا يا حبيبي جيب لي إكس لارج، دبل إكس لارج، ولو لبس الأمر والله لخفف وزني، بس هو ما يغلبني. عادي وانت طاح فيك. انت وشاهين وموسى الموسى والعرجاني ما شاء الله كلكم انحاف، يعني نلقى لكم بسهولة.
أبد. وانت تغني عنا كلنا، إذا أعطاك كأنه أعطانا كلنا. لا بس أنا بيعطيكم كمامات وكاب وتيشيرت برضو. أيه. والله ظاهر بيندم على المشي. عاد إيش نسوي، هو اللي قال آمر. ليش يقول آمر؟ قال تحت أمرك اللي تبي. طيب نروح لفيديوهاتنا ونشوف الفيديو الأول معنا. تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ مبادرة صناع السعادة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وتستهدف مبادرة صناع السعادة إلى تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات في المملكة وأحدثها. أنا سعيد جداً أن أكون موجود اليوم يعني في انطلاق هذا البرنامج الطموح للترفيه في المملكة العربية السعودية. طبعاً أنا فخور كسفير فرنسا بالتعاون بين الجهات الحياة السعودية للترفيه والأكاديمية السعودية للترفيه مع أكاديمية دو باري ومع جامعة كوت دازور. هذه المدارس وجامعة مهمة جدا في مجال الترفيه، فطبعا بالنسبة لي السماء هو الحدود بين فرنسا والمملكة. وتسعى المبادرة إلى تنمية رأس المال البشري عبر تدريب وتطوير أكثر من 100,000 شاب وشابة في 6 برامج مختلفة. لبرنامج يا هلا فيصل الملحم. صناع السعادة، ما أجمل من لقب وما أجملها من اتفاقية وما أجمل من مشروع حقيقة تحية إنصاف وتقدير للشغل اللي جالس يبذل داخل هيئة الترفيه على كل المستويات وخاصة فيما يخص الشباب واستثمار طاقاتهم وجهودهم. التعليق عندك دكتور. أنا والله قلت لك بس العنوان ذا بحد ذاته صناع السعادة يدخل السعادة. احنا من زمان كانت جهود فردية صناع الأمل صناع السعادة واسموا هاشتاقات، الآن صارت مبادرة ولها جهة ترعاها. وخلينا والله نعوذ بكلمات الله التامة ونقرأ على هيئة الترفيه. الحقيقة هذول يبغالهم ما شاء الله برنامج يومي لحالهم. اليوم الجامع 9 أخبار عنهم في 24 ساعة ما شاء الله عليهم تبارك الله. الله يوفقهم بقيادة حبيبنا أبو ناصر مع المستشار تركي آل الشيخ. شوف مثلا وقعوا مذكرة مع روتانا منصة مطلوب، هذه لرعاية وتفعيل المواهب الفنية الشابة. هذا كله ترى خلال 24 ساعة. ونحيي صديقنا أبو فواز سالم الهندي، هذا الرجل اللي ما شاء الله تبارك الله كل يوم توقيعات وعمل ونشاط ما شاء الله تبارك الله، يعني قدوة لنا بالنسبة له فيما يقوم به من عمل. اتفاق موسم الرياض، توقيع عقد الرعاية مع شركة الوتيد الرئيس التنفيذي لSTC. بعدين هنجر ستيشن ما شاء الله من الرعاة، مجموعة سليمان الحبيب من الرعاة، روشن من الرجعات، بنك الراجحي من الرعاة. نجي عاد الاتفاقيات اللي هي تنمية رأس المال البشري، مبادرة اللي تكلم هذا المقطع عنها صناع السعادة. بعدين الثانية مذكرة مع معالي المهندس أحمد الراجحي وزارة الموارد البشرية، أيضا مذكرة مع هيئة الترفيه وهدف، مذكرة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني. كل هذه اتفاقيات مع هيئة الترفيه إنه شوف كيف تشتغل وفق محاور معينة، تبغى تدريب هنا، تبغى موارد بشرية هنا، تبغى صناع السعادة هنا. أخيرا المذكرة الرابعة المهندس فيصل بافرط والأستاذ فهد الفواز مجموعة الحكير، مذكرة أخيرا شركة البحر الأحمر. يعني هذا اللي قدرنا نحصره اليوم، أكيد أنه الحين خلال البرنامج يكون وقع واتفاقيتين ثلاث. جميل. هذا كله غير الاستعدادات لموسم الرياض في 20 أكتوبر إن شاء الله. وأنتوا تكونوا إن شاء الله حضور لنا كبير روتانا ويا هلا بالعرفج ويا هلا. فرصة أيضا الزخم هذا أنه نسعد الناس في مع هيئة الترفيه بإذن الله تعالى. من فيديو صناع السعادة إلى الفيديو الثاني في حلقتنا اليوم، خلونا نشوفه. أنا عبير محمد،
مؤلفة هذا الكتاب امرأة من حرير. أقدم هذا الكتاب لمتابعي ومتابعاتي. كل الشكر للدكتور أحمد العرفج ومفرح الشقيقي لاستضافتي هنا. أما كتابي هذا فهو يتحدث عن محاولة لرفع الحرف في كيان كلمة من امرأة من حرير. كتاب يكتب الواقع ويلامس في صورة من الصدق والعواطف واللامستحيل. كتاب من ترانيم سعادة دائمة وإطلالة من الحب والشغف والنور والحياة. لا ينتهي إلا بنبرة تجيد أن تحيا من جديد وتسبق الحاضر لغد وبعد غد. دمتم بخير. عبير محمد. شكرا للأستاذة الكاتبة عبير محمد، شكرا لهذا الفيديو، شكرا لهذا الظهور، وشكرا لهذا التسجيل والتعليق عندك دكتور. قبل لا نروح للشكر العبير، أنا ودي إن شاء الله حنسوي وسم، وأتمنى الأخوان في السوشيال ميديا يسوي كتب وصلتنا، الحقيقة صارت تجينا كتب كثير ومن حقنا نعرف في دقيقتين غير فقرة مزين الكتب. طيب. حنبدأ اليوم في الكاتبة القديرة عبير، عبير بنت سعودية، الناشر السعودي في معرض الكتاب موجود في كتابها. الحقيقة الكتاب شوية يصلح لك أنت يعني كذا في لغة حدثية ونحوية. ودنا نعرض الغلاف دكتور. أبداً أبداً. شوف. من حقها علينا. أيوة أكيد أكيد. بس نعرضه للكاميرا دكتور. أبداً. امرأة يعني من حرير. من حرير. يعني لو حاولت أنا قرأت الكتاب. معلش بتعبك معي. إلا طيب. إلا نطلعه على الكاميرا. أنا بقرأ نص من النصوص أو لا تقييمي للكتاب. تقييمي للكتاب الكتاب بشكل سريع نقول إنه عبير محمد. أول إصدار لها شجون وفنون في الكتابة حول أمور تهم المرأة. يبدو لي أن هي مستحضرة مارغريت تاتشر لأنه امرأة من حديد. فهذا رد لها. يعني لغة تعيش بين الحلم والهذيان، تحاول أن تتصالح مع الخيبة وتهرب إلى الندم أحيانا. حروفها تكتوي على احتماء نار الشوق. طبعا عناوين القصيدة الحقيقة فيها رمزية عالية، فأنا أعتقد أنه الكتاب حيكون إلى حد ما للنخبة، يعني القارئ العادي والمتوسط قد يعني يعجب بالمفردات، يعجب بالصياغات اللغوية الموجودة في الكتاب، لكنه لا يستطيع أن يتفاعل معها تفاعل. تعرف أنتوا النصوص الحدثين حقتكم، تعالي نزرع النعناع في فم الأيام، تعالي عندما يصبح آخر الليل أوله، وعند يعني هذا الكلام اللي يحتاج إلى عمق في الفيلم. بالعكس هذه نصوص بلاغية حلوة. أكيد. لا أنا معجب. يعني أقول لك تزرع النعناع في فم الأيام. الله الله أهلا. لا أكيد، بس أنا أقول لك إنه هذا النص يعني النوعية ذي من النصوص لها قراء نخبويون يحبونها كثير. يعني ليس كتابا جماهيريا، هذا اللي يوصل، لكن لغة فاذخة، لغة متعب عليها. وأيضا حنا خلينا نعطي العبير انطلاق، نقول أول ستار لها جميل، وكل الأمان أن تجد هذه اللغة جماهيريتها يعني بإذن الله بإذن مع الوقت. التصالح مع الخيبة والهروب إلى الندم، قمة الوجع. نعم. من الكاتبة عبير إلى فيديو الثالث والأخير في حلقتنا اليوم، خلونا نشوف. سمعنا حنا والشباب عن قصة سارة وابن حسيس، وش قصتهم؟ فيها غزل عميق. اي طبعا الشيخ ابن حسيس هذا عنده تشبيه بليغ. ايوه. فكانت سارة هذه ربما ما فيها معالم الجمال والزين وكذا، فجاء ابن حسيس هذا رجل سبحان الله مع انه كثيف لانه وصفه وصف دقيق وما شافها، لكن تعرف الشعراء يصفون اشياء يعني خياليه. ايش قال؟ فقال المطوع لو يشوف خديد ساره طبق المصحف وعجل بالصلاه. ايوه. شوف المطوع لو يشوف خديد ساره طبق المصحف وعجل بالصلاه. ايش قلنا بعد البيت الاول اللي بدايته؟ المطوع لو يشوف خديد ساره طب حالف بالله مترك حب ساره لو انها شجره يخلون الصلاه. كانوا ملتزمين ومرتبطين بالصلاه، يقول مستحيل اترك هذا الحب حتى يترك شجر الصلاه. طبعا قصيده طويله يصف فيها يعني شجره. يقول بعد الابيات هذه تسابقوا الناس الى خطبتها والزواج منها. شكرا للاستاذ محمد الشايع، والتعليق عندك دكتور. شوف وانا اكرر الشكر. الشيخ محمد الشايع طبعا خطيب جمعه وكذا، وهل شقرة معروفين بالسماح. القصيده دي متداوله عندهم، اسم ساره وعن يعني تقبلوه. والغريب انه الشاعر هذا اعمى ومدح البنت وما شافها. ما مر شهرين الا الخطاب يتنازعونها وتزوجوا، يعني احد الخطاب تزوجها.
بس هذه القصص الشعبية تدلك على حياة الناس زمان كيف كانت بسيطة، كيف كان الناس تتسامح بالغزال، كيف كانت يعني خطيب جمعة وحافظ القصيدة وقالها لنا بافتخار وحطها في سناب وقال تكفى يا أحمد نطلعونها في البرنامج. وعلى فكرة الشيخ محمد الشايع يعزم كل فريق يا هلا لزيارة شقرة من 10 الصباح ل10 بالليل، قال أدري أنكم مشغولين ما نكلف عليكم. شكرا لجوده وكرمه ويشرفنا بإذن الله تعالى. طيب نروح لفاصلنا الأخير دكتور. يلا يلا لملم أوراقك شرب شاهيك. يلا ما فقدت ساعة هتلر كنت كل مرة تناظر فيها أفكر فيها كيف متحمل فيها. بس نادرة ألف ريال أطمئنية تسليك تسليني. فاصل الأخير ونشوفكم. حبيبي حكمت خل حكمك عدال، واحدة من الأغاني التي غناها فنان العرب محمد عبده في سيرة وتر، سيروي لنا قصتها الأستاذ منصور بن فيصل وهو حفيد الشاعر الذي كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر منصور بن ناصر المفقاعي. خلونا نشوف. أهلا وسهلا بمتابعين يا هلا بالعرفج، البرنامج الذي يعشقه ويتابعه الملايين. لأول مرة على هالبرنامج سوف أروي لكم قصة لقصيدة سامرية مشهورة اللي هي بعنوان يا حبيبي حكمت وخل حكمك عدال. كوني حفيد الشاعر الذي كتب هذه القصيدة جدي منصور بن ناصر المفقاعي، سوف أطرح بعض التوضيحات على ما أتى في هذه القصيدة من أبيات مشهورة وتداولها الأجيال وصار جزء من شاهد على التاريخ، وهو البيت الشهير اللي يقول فيه ليت من ينهب يا سعود هاك الغزال ثم يزبن عليكم مثل زبنة رشيد. يتساءل الكثير معنى هذا البيت ومن المقصود في هذا البيت. المقصود في هذا البيت رئيس الوزراء السابق رشيد الكيلاني للعراق، وكان مطلوب من القوى العظمى الإنجليز آنذاك ومحكوم عليه بالحبس والإعدام، فضاقت به السبل واضطر أن يلجأ إلى المملكة العربية السعودية وزبن الملك عبد العزيز خوفاً من الإنجليز، سمح له باللجوء وحماه ورفض أن يسلم للإنجليز أبدا مهما كلف الثمن. ومع تواتر الضغوطات السياسية والإعلامية رفض تسليم رشيد الكيلاني وعاش في المملكة في أمن وأمان. وكذلك صار المثل وليدة من هذه القصيدة اللي هي زبنة رشيد. وكذلك تساءل الكثير من أول من غنى هذه القصيدة، كونها قصيدة تاريخية ولها معاني ترتبط اجتماعيا وثقافيا بهذه البلد العظيم. صرح الإعلامي والكاتب راشد الجعيثن في مقابلة له في روتانا الخليجية في برنامج وينك إن أول من غنى هذه القصيدة هو الفنان الكويتي عبد الله الفضالة، وكانت وغناها الفنان الكويتي. وهذه قصيدة يا حبيبي حكمت وخل حكمك عدال سوي بما تشاء وافعل على ما تريد. وهذه القصة والقصيدة والموقف والمثل. شكرا للاستاذ منصور بن فيصل والتعليق عندك دكتور. وخلينا قبل أن نشكر فيصل نشكر حقيقه برنامج منصور. وينك منصور قبل أن نشكر منصور نشكر برنامج وينك الحقيقه اللي صار محطه انظار للناس على راسهم صديقنا محمد الخميسي والمعده القديره اللي تساعدنا مشاعل عبد العزيز.
لكن كيف تعرفت أنا على منصور؟ طريقة عجيبة. قبل سنتين كنت رايح القصيم فصورت قلت هذا فيحاء العتش، فقال لي أحمد أنت تنطقها خطأ، اسمها العتش وهذه مزارعنا ولنا ولنا فيها صلة وحنا قارب أصحاب المزارع وأصحاب اللبن المشهور. قلت يا أخي أنت رجل طيب ونبيل، شكرا أنك علمتني. قال لا وأبشرك قصة الأغنية ذي عندي من جدي. قلت له خلاص أول ما يعود يا هلا بالعرفج نجيبها. القصة الحقيقة جميلة وحقة رشيد، الناس كلهم يعتقدون اسمه بالرشيد أو شيء، لا رشيد الكيلاني هذا لجأ عند الملك عبدالعزيز والملك عبدالعزيز حماه رغم الضغوطات استمر في حمايته وأنه يجلس مع الملك وعاش فعلا في أمن وأمان. لكن شوف كمان هو الشاعر هذا متصالح، يقول يا حبيبي حكمت، أنت حكمت وخلص، وخلي حكمك عدال، سوي بما تشاء وافعل بما تريد، الله اللي عطاك وصورك بالجمال فارق بلبها والملح فرق بعيد. من تجي راس ماله ما يبي راس مال، إن حياة جنته وإن مات يكتب شعيد. ليت شوف يقول ليت من ينهب يروح القوم وينهب الغزالة، ليت من ينهب يسعود ذاك الغزال ثم يزبن عليكم مثل زبنة رشيد. هذه القصة وهذه قصيدتها، وإن شاء الله أنه ترى هذه من أشهر الأغاني السامرية، غنوها عشرات الفنانين ليس محمد عبد ولا عبد الفضال بل كثير، لأنها سامرية ولها قصة تاريخية وتحكي بعض تاريخ الدولة السعودية. عظيم دكتور، شكرا جزيلا لك، ونشوفك الأربعاء القادم إن شاء الله وتوصل جدة بالسلامة. الله يسلمك، شكرا لكم. الأربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.